مع كبر السن بيبدأ إن يحصل تغيرات جسدية في الجسم زي ظهور تجاعيد أو خطوط في الجلد أو إن بيحصل تساقط للأسنان أو أمراض اللثة. طيب إيه الأسباب اللي أدت إن يحصل المشكلة دي؟ وهل ممكن إن إحنا نعرف نتغلب على المشاكل دي؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية، يلا بينا. اول مشكله معانا وهي عدم علاج تسوس الاسنان. في ناس بتكون فاكره ان تسوس الاسنان ده بيجي لصغار السن او الشباب بس، ما بيجيش للناس الكبيره، بس طبعا الكلام ده غلط جدا. اي حد معرض ان هو يجي له تسوس الاسنان، ده كمان بنسبه 90% الناس اللي فوق ال 65 معرضين ان هم يجي لهم تسوس للاسنان، وفي منهم نسبه 20% ما بترضاش تروح لدكتور الاسنان، ده على حسب دراسه اتعملت في المعهد القومي لطب الاسنان. تاني مشكله معانا وهي مشكله جفاف الفم، ودي كنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده بالتفصيل وشرحنا عنه كل حاجة. لو لسه ما شفتش اسباب جفاف الفم وازاي ان انت تتغلب عليه، هتلاقي الفيديو فوق في علامة الاي، اتفرج عليه بعد الفيديو ده. وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده، مش شرط ان جفاف الفم يكون سبب تسوس الاسنان، ممكن تكون مشاكل في المعدة، او ممكن يكون سببها كمان ادوية ناس بتاخدها لامراض مزمنة. ايا كان بقى الاسباب اللي ادت لظهور جفاف الفم، خلاص احنا طالما وصلنا لمرحله ان في جفاف فم، ده هنا بيوفر بيئه خصبه للبكتيريا ان هي تنشط وتنمو اكتر، وده طبعا بدوره بيسبب تسوس الاسنان بشكل كبير، وطبعا هيساعد في سقوط الاسنان. ثالث مشكله معانا وهي مشكله امراض اللثه. في 70% من الناس اللي فوق ال 65 عندهم امراض اللثه، وطبعا احنا عارفين العلاقه ما بين امراض اللثه وما بين الاسنان. امراض اللثه طالما هي موجوده هتبدا ان هي تخلي فيه انحسار في اللثه، هتخلي الاسنان تتكشف اكتر، الاسنان تتلخلخ من مكانها، وطبعا هتبقى مهدده بان هي تكسر او تسوس او ان هي تقع من مكانها. رابع مشكله معانا والاخيره ودي مهمه جدا، وهي قله حساسيه الاسنان. مع التقدم في العمر بيبدا ان عصب الاسنان جوه الاسنان او الضروس نفسها بيبدا ان هو يقل، فبيبدا ان هو يخلي الاحساس بحساسيه الاسنان تقل معاه بالتدريج. وطبعا دي ممكن تبان لك يعني للوهله الاولى ان دي ميزه، بس طبعا ده عيب، وعيب شديد جدا، لان احنا زي ما احنا عارفين كلنا مش هنتحرك ونروح لدكتور الاسنان غير لما نحس بوجع، فطول ما انت مش حاسس بوجع مش هتتحرك من مكانك. معنى الكلام ده ايه؟ ان انت هيفضل الضرس يتكسر 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 وانت مش حاسس باي حاجه، لغايه لما تلاقيه ان هو بقى عباره عن جذور، او خلاص وقع من مكانه او اتخلع، وهتكون مستغرب وقتها اتخلع ازاي او وقع من مكانه او اتكسر من غير ما تحس بحاجه. طب وبعدين يا دكتور، احنا عرفنا دلوقتي المشاكل بتاعتنا، ايه الحل اللي المفروض ان احنا نعمله عشان نتغلب على القصه دي؟ هقول لكم على شويه نصايح هتساعدنا مع تقدم العمر ان احنا نتغلب على المشكله دي. اول حاجه وهو الفحص الدوري، ان انت لازم تعمل تشيك اب على الاسنان بتاعتك كل 6 شهور. حتى لو ما عندكش اي مشكله لازم تروح لدكتور الاسنان يشوف عندك مشاكل، حاجه هتتخلع، حاجه هتتحشي، هتعمل تركيبات، لازم كل 6 شهور على الاقل. تاني حاجه نشرب ميه كتير. تالت حاجه ان احنا نغير الدواء اللي بيسبب الجفاف او ان احنا نتحكم في جرعته، طبعا ده بعد ما نرجع للدكتور المختص عشان هو اللي هيقول لنا اذا كان هينفع نقلله ولا لا. رابع حاجه وهو استخدام فرشه الاسنان، وتكون فرشه اسنان ناعمه، ونستخدم معاها المعجون، والمعجون يكون غني بالفلورايد، وغسيل الاسنان يكون مرتين في اليوم، مرة الصبح بعد ما نصحى من النوم، وبالليل قبل ما ننام، ونستخدم غسول للفم، وخيط طبي عشان نشيل بواقي الاكل اللي موجوده ما بين الاسنان. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده، اتمنى اكون عرفتكم ايه هي اسباب تساقط الاسنان عند كبار السن، وايه هي الطرق اللي نتغلب بيها على المشكله دي. لو لسه عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتس تحت وانا هرد عليك. ما تنساش لايك شير فولو، ولو استفدت من الفيديو ده ادعي لي دعوه بظهر الغيب. سلام.